النهارده هنتكلم على المحبس ده والفرن، هغيره لان المحبس ده طبعا نص لفه، وطبعا نص لفه ده القلب بتاعه مش عملي، فزي ما احنا شايفين المايه شغاله ايه وقفت، هو المحبس قفل اهو زي ما احنا شايفين كده اهو، هو كده قفل على الاخر اهو وبيجيب مايه وقت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده كده. هنقفل المحبس العمومي اول حاجه، نحبس الدور على الشقة، هحل معايا البسطة ديت زي ما شايفين كده أول حاجة، في بنز مثلا او مفتاح فرنساوي هيشتغل برضه، مفتاح بلد زي كده برضه هيبقى اسهل عليك لو تغيره. هنحل الوصلة دي زي ما شايفين كده، هنحاول نحل الايه المحبس. لان الكوع طبعا زي ما انتم شايفين الكوع غطسان شويه في الحيطه حوالي سنت اهو، فلازم يكون له عقله زي ما انتم شايفين كده تطويل، اسمها عقله التطويل. هنحاول ان احنا نحلها، همسك المفتاح كده هحاول ايه احل دي. انا بقى فترة نجيب بس المفتاح، نحلت معايا العود اول طبعا نحلتها على المفتاح تاني، بس كانت جامدة جدا. ركبت انا كل ده عشان فترة الوش اللي هو الميك اب، بس الوش الميك اب عشان منظر اللقط. هنلف عليها التفلون طبعا، اهم حاجه وانت بتلف لف على الاتجاه الصح، عشان لو لفيته كده العكس هيفك معاك وانت بتربط، فلازم تلف كده تجيب من على الشمال كده على اليمين من تحت كده لفوق بالمنظر ده كده. ولو في تفلون برضه التفلون يمشي برضه، لو عايز تلف عليه تفلون التفلون برضه يشتغل. ده محبس ايطالي جودته نظيفه، بس طبعا لفه كامله غير اللي هو النص. انا اسف على قطع الفيديو، في التفلون هنضف هنا كده لو في شعر ولا في اي حاجه هنا حاطه في الحيطه دلوقتي هننضفها. المفتاح برضه البلد الاول طبعا، في جزء هنا اول الجزء ده مبطل كده في المحبس تمسك منه عشان خاطر ايه ما تزعلش المحبس في حاجه. طبعا فيها كاوتش اهي ما تلفش عليها اي حاجه، ما حاسس ان ده ما تلفش عليها اي حاجه. نربط الوصله مجمد كده، هلف ايه معايا لفه بسيطه كده، لفه بسيطه كده العكس عشان لما اجي اربط الربطه الاخيره كده وزن وزنه على جنب الوصله ما تلفش معايا وتنعصر جامد. وطبعا لو انعصرت يبقى عمران فترات قصير بتبوظ بسرعه.
نفتح كده المحبس، نفتح كده الجرب. اشتغل زي ما احنا شايفين اهو. بعد بيقفل معانا. ويا ريت يكون عجبكم الفيديو، وكل يوم في جديد. ما تنسوش الاشتراك في قناة الجديد اليوم لو عجبكم الفيديو.